الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية دعا في افتتاح اشغال مؤتمر نداء تونس الى رفع التجميد عن عضوية يوسف الشاهد رئيس الحكومة، وقال ان يوسف الشاهد ينجم يرجع لنداء تونس. انا شخصيا اطلب منكم انكم ثم شكون جمدتوا الدومة وحقكم من حقوقكم، انا ما دخلش فيكم ما كلمتكمش، ولكن قبل التجميد نتاعكم وقعد على نفسه وهو رئيس الحكومة، أنا ماذا بيا ترجعوا؟ هو ولد النداء. إذا رجع يوسف الشاهد إلى النداء، هل ستدعم حركة النهضة يوسف الشاهد إذا ترشح الانتخابات الرئاسية؟ أولا نحن ما نحبوش النداء ينهار أو ينقسم، لأنه قوة أساسية في البلاد وقوة توافقنا معها وشاركنا معها وهذا حقق مكاسب البلاد، والنهضة حريصة باش يكون النداء وتحية تونس وغيرها من الأحزاب نكونوا أحزاب حقيقية ونعملوا ديمقراطية حقيقية وننافسوا النهضة ببرامج وكفاءات. أنو يوسف الشاهد وين يكون في النداء ولا في تحية تونس ولا في مكان آخر، هذا قراره هو، النهضة ما تدخلش فيه. باش تدعموه إذا ترشح الانتخابات الرئاسية ولا؟ احنا بالنسبة لنا موضوع الانتخابات الرئاسية اليوم النهضة عاملة استشارة واسعة داخل هياكلها، عندنا 6 لقاءات على مستوى البلاد باش يشاركوا فيها 1300 إطار محلي وجهوي ومركزي باش نتشاوروا في سياستنا في الانتخابات وموقفنا في الرئاسية من داخل الحركة التوجه أو من خارج الحركة. التوجه العام داخل حركة النهضة، هل سترشح النهضة شخصية من داخل الحركة يعني زي رجل غنوشي أو غيره، أو ستدعم شخصية أخرى نجم يكون يوسف الشاهد ينجم يكون أي شخصية أخرى؟ هذا النهضة من زاد ما خدت فيه قرار، والمؤسسة اللي تأخذ القرار حليفكم. المؤسسة اللي تأخذ القرار هي مجلس الشورى. يوسف الشاهد حليفكم وشريككم في الحكم، وقطعت الباجي قائد السبسي وانهيت التوافق معه من اجل رئيس الحكومه يوسف الشاهد لدعمه ومساندته، يعني هل ممكن انكم تدعموه او تساندوه او على الاقل تعلنوا انكم ترشحوه؟ من سيكون مرشح النهضه من داخلها او من خارجها او الموقف من يوسف الشاهد او من غيره سيحدده مجلس الشورى بعد الاستشاره الواسعه اللي تعمل فيها الحركه الان. احنا بالنسبه لنا في العلاقه مع رئيس الجمهوريه في خطابه في 20 مارس اللي دعا الوحده الوطنيه وقال موقف ايجابي من النهضه، في خطابه في نداء تونس اللي هو ايجابي تجاه النهضه، ونحب نقول لك زاد كذلك اللي رئيس الحركه خاطب السيد رئيس الجمهوريه بعد خطابه في افتتاح مؤتمر نداء تونس وشكره على هذا الخطاب المتوازن واللي فيه زاد كذلك موقف ايجابي من النهضه. فنتمنى احزاب قويه لديمقراطية حقيقية. شين وضعية الأفضل أو الأريح بالنسبة لكم توما؟ هل دعم يوسف الشاهد هو يعني من داخل نداء تونس أم من حزب تحية تونس؟ احنا أولا بالنسبة لنا كما قلت الموضوع ما زلنا ما خليناش فيه قرار، ولكن زاد ثم حاجة مهمة لتونس وللنهضة، السؤال مش فقط من يحكم تونس ولكن كيف نحكم تونس، كيفاش يكون الحكم بعد انتخابات 2019. احنا ماناش نلوجوا فقط النهضة وين تكون، احنا كيفاش يكون الحكم، من رئيس الحكومة، من رئيس الدولة، من رئيس البرلمان، شكون الأحزاب اللي باش تشارك مع النهضة في الحكم ببرنامج وطني بقاعدة واسعة نوسعوا فيها الوسط ونحدوا من الأطراف على اليمين وعلى اليسار والأصوات المتطرفة. حركة النهضة عرف عنها أنها تبيع في يعني ربما تبيع في طمأنة أو تبيع في الأوهام، خليني نقول بين ظفرين للمرشحين، وهذا صار في 2014. برشا مرشحين الانتخابات الرئاسية أعطاتهم النهضة شفويا وعود بمساندتهم، وبرشا شخصيات أعلنوا حتى في تصريحاتهم أنهم مش يحظوا بدعم حركة النهضة. هل ستعيد نفس السيناريو حركة النهضة في 2019 ولا عندكم مرشح وحيد باش تقوى؟ نطمنك للنهضة لا تبيع الوهم ولا تشري الوهم، النهضة حكيمة مع برشا مرشحين حكيمة وتحترم آراء الجميع حكيمة، لكن حكيتوا مع برشا مرشحين. النهضة قالت سي عبد الكريم حكيتوا مع برشا مرشحين ورئيس حركة النهضة قابل برشا مرشحين في 2014 للانتخابات الرئاسية. باش نجاوبك، النهضة قررت هذه المرة
أن لا تبقى على الحياة مثل 2014 شو وسيكون لها مرشح من داخلها أو من خارجها كما قلنا ذي سنقرره لاحقا. ولكن في 2014 لا مازال بك مازال خمسة شهور مازال عندنا الوقت وشو ترجع سرعين كما البعض فينا مترشحوا قبل الوقت. خلينا نقعد في الوقت نقعد في الترجيحات شنو اللي ترجح؟ هل باش يكون يعني المرشح من داخل حركة النهضة ولا من خارج النهضة؟ احنا ما نشي مشهورة تو تو بكري كنت تحكي لي على الترجيح وقت ليش مجلس الشورى تو نجاوبوك ونجيو بحذاك ونقولوك شنو قرار مجلس الشورى. قرار قاعد يطبخ في بالي في مستوى رئاسة الحركة النهضة حركة مؤسسات التنفيذي النهضة حركة مؤسسات وفيها تنوع في الآراء وبالنسبة لها بعد التشاور باش تقدر مصلحة تونس وين ثم مصلحة تونس ستكون النهضة. مع شكون تنجموا تتحالفوا بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية؟ هل باش تعاودوا التحالف مع ليدا تونس مع تحية تونس ولا مع أحزاب أخرى؟ مستعدين باش نتشاركوا مع ليدا تونس ومع تحية تونس ومع أحزاب أخرى الآن موجودة تحية تونس معنا في الحكم تونس ما يتقبلوا والبعض منها موجود في المعارضة. هذه خلافات نجم تزول مع الوقت ولكن الاختلاف لا يمنع التشارك لا يمنع التوافق. فإحنا كي نتوافقوا مع ليدا تونس بيناتنا اختلافات مع تحية تونس بيناتنا اختلافات مع أحزاب الآن في المعارضة ثم أحزاب كان في المعارضة ثم أحزاب كان في المعارضة ما تقبلش التعامل مع النهضة اليوم معنا في الحكومة. عندكم سيناريوهات نتصور جاهزة داخل الحركة يعني وقاعدين تشوفوا في خريطة الخارطة السياسية قاعدة تتغير من يوم إلى آخر. يوسف الشاهد نجم يعاود يرجع للنداء أو يمشي على رأس حزب تحية تونس نداء تونس وتحية تونس وربما مشروع تونس ينجم يعاود ويتلقى ويتحالفوا مرة أخرى سواء قبل الانتخابات وبعد الانتخابات. هذا بالتأكيد حركة النهضة عملت له حساب. احنا نتابعوا في كل هذه التطورات والمشهد السياسي في تونس مازال مش نهائي واحنا اللي يهمنا انه كل من يجتمع معنا على برنامج وطني فيه اصلاحات اقتصاديه واجتماعيه في اطار احترام الدستور والثوره والانتقال الديمقراطي والعداله الانتقاليه واستقلال البلاد هذه واحترام هويتها العربيه الاسلاميه كل من يلتقي معنا في هذا الامر نجم نتشاركوا في الحكم يكون الحزب هذا او الحزب هذا فهذا نوسعوا. فاحنا مثلا نعتبره هذا كلام لا لا هو مثلا ثم اشياء عمليه توافقنا مع ليدا تونس خمسة شهور على توافقنا مع ليدا تونس تجربه مهمه قاعدين نتشاركوا مع انا نسال فيك على 2019 مع تحيه تونس نسال فيك على 2019 ومع الكتل في البرلمان قاعدين انتم تو متحالفين مع مشروع تونس مع انهينا الصراع الايديولوجي وفي اطار الدستور وفي اطار الحكم انتهى الصراع الايديولوجي مع مشروع طبعاً تونس طبعا. واحنا بالنسبه لنا النهضه انتهى الصراع الايديولوجي مع الجميع مع حركه النهضه انتهى الصراع الايديولوجي مع مشروع تونس ومع بقيه الاطراف اللي لان الدستور حسم الصراعات الايديولوجيه واعطانا نظام للدوله والمجتمع الدستور حسم على جميع التوافقات في الكواليس داخل الدستور نختلفوا ونتفقوا على برامج تنفع التونسيين. صارت توافقات مع مشروع تونس مع امين العام ما نجموش نقولوا صارت توافقات ولكن ثم جلسات صار جلسات وانا توقعت واتفقت على انهاء الصراع وانهاء الحرب واتفقنا مش حرب ولكن اتفقنا على انهاء الصراع الايديولوجي ويبقى الاختلاف والتنافس داخل الدستور وليت اصحاب مع ما مشروع كناش اعداء احنا حتى باش نقولوا اصحاب ولكن الان كان ثم تلازم كان ثم اتهامات الان ولينا في البرلمان بيناتنا توافقات وبيناتنا اختلافات في الحكومه زاد كذلك بيناتنا شراكه ومشروع تونس هو جزء من الحكومه الان خلينا وهذا شيء ايجابي خلينا هو كحزب ولا سياسه التوافق والتشارك في تونس. خلينا نمشيو الى فقره قالوا عليك. محمد عبو الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي هذا كان حليفكم وكان في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحكمه معكم في زمن الترويكا. يقول محمد عبو في حوار أجراه لإذاعة أفام بتاريخ 21 فيفري قال كلام كبير وكلام خطير على حركة النهضة. شنو نصبركم في عينيكم نقول لكم راكم كذابين ونحطين خاطر ماكينة قوية تقول نهار تطلع انتخابات اللي ما يهموش لا خلاق لا شيء واحد تقاه في الفلوس ربي ما يعرفوش مس بالعراض ربي ما يعرفوش لا يعرف لا صديقة ولا قيمة إنسانية على الجاهلية ما يعرفهاش ويحب يطلع للسلطة ويصوتوا لك تواس إذا صوتوا لك راهو اللي صوتوا لك متخالفين كيف وراهو في الآخر نغزلوا لك في عينيك 0.1% ونقولوا لك راك أخلاقيا منحط. كلام كبير وكلام خطير قالوا محمد عبو على حركة النهضة. هذا اولا ما هوش حديث على النهضه خاطر التحدث عليها مش النهضه. ثانيا هالمستوى هذا نتاع الخطاب يتحدث على حركه النهضه سي عبد الكريم اللي يتحدث عليها مش النهضه واذا يتصورها النهضه ما يعرفش النهضه. ثانيا الخطاب هذايا المنحط
ساهم في تراجع التجربة الديمقراطية التونسية وعزوف الناس على الأحزاب وعلى الانتخابات. رأيه عبراني. وفي حاجة أخطر من هذايا هي احتقار للناخبين واحتقار للشعب التونسي واتهامه بالتخلف لأنه اختار حزب يختلف مع حزبه هو ومع رأيه هو. هذا التفكير ما هوش ديمقراطي، تفكير ما فيش احترام للرأي المخالف، تفكير متاع إنسان ما ينجمش يكون من المصلحين ومن المقاومين للفساد. وذلك علاش محمد عبو فشل في أن يكون عضوا في الحكومة وفشل في أن يكون قيادي في حزب معناتها رئيس الدولة السابق، وكذلك فشل باش يقود حزب. والرجل هذا أدعوه إلى مراجعة نفسه وإلى التواضع للشعب التونسي واحترام النهضة وكل الأحزاب إذا حب يبقى عنده مستقبل في الحياة السياسية. في قالوا عليك منجي الرحوي القيادي في حزب الوطن والنائب عن في كتلة الجبهة الشعبية، قال النهضة ما همش كيفنا ومناش كيفهم، مشروعهم رجعي ولن نشاركهم الحكم. نقيض وفي معناها الطرف المقابل لكل تصوراتنا ومشاريعنا، منش كيفهم منش كيفنا وما نحكموش مع حركة النهضة، وبالنسبة لنا نعتبر روحنا بديل لإعادة تونس للقرون الوسطى بليبرالية متوحشة مرتهنة لدوائر النهب الدولي. خطاب آخر منحط ساهم في تراجع الحياة السياسية وفي العزوف على الأحزاب وعلى الانتخابات. ما نشكيفه هو وأمثاله هذا صحيح. أنتم ما زلت ثبتوا؟ سمحني. الحاجة الثانية معناتها يقول ما نحكموش مع النهضة، هم قاعدين يحكموا مع النهضة في البرلمان، قاعدين يتوافقوا مع كتلة النهضة في البلديات، شكلنا مجالس بلدية بين النهضة وبين الجبهة وغيرها من الأحزاب والمستقلين. شكلتوا شكلنا مجالس بلدية مع بعض بالتوافق بين النهضة والجبهة وأحزاب أخرى وقائمة مستقلة، لأن الواقع أقوى من الإيديولوجية وأقوى من هذا الخطاب المتخلف عن الواقع. إذا نحبوا نبديو ديمقراطية نجم نختلفوا نجم نتنافسوا ولكن بدون إقصاء. الجبهة مارست تجاه النهضة الإقصاء، أما النهضة لم تمارس الإقصاء تجاه الجبهة. هذاك علاش النهضة تقدمت والجبهة تراجعت، وإذا الجبهة باش تبقى على تفكير متاع الإقصاء والاستئصال باش تبقى في تراجعها وباش يكون واضحة في الانتخابات القادمة أسوأ، وما تنجمش تحكم تونس لا مع النهضة ولا مع غير النهضة. في قالوا عليك أيضا هذا ولدكم محمد جبالي رئيس الحكومة السابق القيادي المؤسس في حركة النهضة، قال في حوار مع الجزيرة نت مؤخرا في 2 أبريل 2019 قال التحالف بين حركة النهضة ونداء تونس أعاد تونس إلى الوراء، وقال اللي التحالف حركة النهضة مع يوسف الشاهد رئيس الحكومة أخطر من التحالف مع نداء تونس. أولا سي حمادي جبالي هو قيادي محترم في النهضة في قبل الثورة وبعد الثورة ورجل دولة ويستحق الاحترام، ولكن هذا وجهة نظر متاعه. قرر بصفة منفردة أنه يترشح الانتخابات الرئاسية كمستقل، نحترمه اختياره، ولكن معناتها من حقه باش يقيم التجربة بين النهضة والنداء أو التجربة بين النهضة وسيوس فشاد. ولكن في كل الحالات احنا السياسة العبرة بالنتائج. النهضة ما اختارتش الحل السهل أنها تمشي للمعارضة، اختارت التوافق مع النداء باش يستمر المسار الديمقراطي ونبحثوا على المشترك بين التوانسة باش نعديو إصلاحات وقوانين ونوصل الحكم المحلي في الانتخابات البلدية. وإحنا لقاءنا مش مع شخص يوسف الشاهد أو شخص الباجي قائد سبسي، إحنا نبحثوا على مصلحة تونس، مصلحة تونس في التوافق، في أن نتعامل مع القوى الوسطية اللي مستعدة باش تخدم مصلحة البلاد. هذا شيء إيجابي مش سلبي. إذا يوسف الشاهد رجع لنداء تونس حسب رأيك يعني باش تواصلوا تتحالفوا مع حزب تحيا تونس؟ احنا ولن قلنا رانا معناتها في حوار مع سيد يوسف الشاهد، وسيد يوسف الشاهد هو بيدو ثم امور مازال ما وضحهاش. سألك على تحيا تونس. اي مازال ما وضحهاش يندرى باش يترشح للرئاسة ام لا، باش يرجع للنداء ولا اذا رجع لنداء تونس باش يكون في تحيا تونس ولا، هذا كله مازال ما جاوبش عليه. اذا رجع يوسف الشاهد لنداء تونس. نعم. فهذا شأن نداء تونس وشأن يوسف الشاهد. كيفاش تكون علاقتكم بحزب تحيا تونس؟
احنا باش نتعاملوا مع تحية تونس كحزب، لانه اذا تحية تونس هو مربوط بالشهد احنا ما ننصحوش باش احزاب تكون مربوطه باشخاص. الاحزاب تقوم على برامج، على هياكل، على مصلحه للبلاد. عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر كان ضيفتي الاسبوع الماضي، قالت برشا كلام كبير على حركة النهضة، هات نسمع شو قالت. تنظيم الإخوان المسلمين وما قدموا حتى مراجعات لا فكرية ولا على الجرائم اللي ارتكبوها ولا عملوا عملية فرز. جاءوا القاو دولة ضعيفة، القاو وقتها الناس الكل خايفين ومدمغجين بمفهوم ما يسمى بالثورة، واستولوا على هذا الترخيص اللي تمنح حلم بعد أشهر ولا شهر ونص قليل بعد 2011. ما قدموا حتى مراجعات لا فكرية ولا على الجرائم اللي ارتكبوها ولا عملوا عملية فرز. جاءوا القاو دولة ضعيفة، السيد الغنوشي والناس اللي جابوهم وفرضوهم على تونس باش يحكموا هما اللي قالوا لهم انتم ما تمشيوش في العزل، لانه كانت هناك الصفقه بينهم وبين البيجي قائد السبسي وهي صفقه باريس وصفقه 2014. خليني نذكرك سي عبد الكريم اللي الحزب الدستوري الحر وايضا شخصيه عبير موسي في صعود اليوم تقريبا في الخماسي الاول في نوايا التصويت حسب سيغما كونساي في الانتخابات التشريعيه وفي الرئاسيه. عبير موسى ايضا رئيسه الحزب هذا رفعت قضيه ضد حركه النهضه في اوت 2017 في واتهمتكم بتلقي التمويل من دوله قطر، وفي ديسمبر 2017 ايضا رفعت شكايه لوكيل الجمهوريه في حق رئيس حركة النهضة رشد غنوشي وعدد من قيادات الحركة وبتهمة ارتباطهم بدعم تنظيمات إرهابية وتورطهم في شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر النزاع. احنا أولا نحب نبين حاجة، اللي احنا قبل الثورة الناس هذوما كانوا يقصيوا في النهضة ويمارسوا في الاستبداد ويدعموا في الاستبداد، ما همش من المدرسة الديمقراطية. بعد الثورة احنا عملنا ثورة دون انتقام، وعملنا بعد الثورة انتقال ديمقراطي، وبفضل الثورة والديمقراطية هم عندهم حزب ويتكلموا في البلاد، فالإنسان ما يأكلش الغلة ويسب الملة، لأن المتنبي قال إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته. هي تقول لك أنت أكرمت وإذا ثورة أنت أكرمت اللائمة مجرد فوضى. سمعني. الحاجة الثانية، الدعوة إلى إقصاء النهضة أو إلى حل النهضة أو برنامج ضد النهضة، هذا ليس برنامج لا للحكم ولا للمعارضة. احنا نحبوا الوفاق، نحبوا تجميع التوانسة مش تقسيمهم، مش التحريض على العنف، التحريض على الإقصاء. هذا يتمارس ضد النهضة 30 سنة. هي وجهة نظر، وجهة نظر عبرت عليها. مش وجهة نظر. وهذاك الدعوة لإقصاء النهضة، الدعوة لإقصاء النهضة. وهذاك رأيها فيكم. الدعوة لإقصاء النهضة وإعادتها للسجون ما هيش وجهة نظر. هذه سياسة تمارس مع النهضة 30 سنة. كل من مارسوا هذه السياسة ذهبوا وبقية النهضة. وقت صار ثورة الشعب اختار النهضة، فالناس هذوما يتعظوا بالتاريخ. لكن هي زادة، لكن هي زادة اتهمتكم أن بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، واتهمتكم أيضا بإقصاء التجمعين في 2011، وتتهمكم أيضا بارتباطكم بخطاب تكفيري وارتباطكم أيضا بالإرهاب. النهضة معناتها شاركت في ثورة سلمية بدون انتقام، شاركت في الديمقراطية بدون إقصاء، وما عملناش العزل السياسي، وهذا يمكن برشا ناس باش ينخرطوا في التجربة الديمقراطية. فإحنا ما نحبوش ناس من داخل التجربة الديمقراطية يضربوا الديمقراطية. عندهم برامج يتوجهوا بها للتوانسة، ثم صندوق اقتراع، ثم قضاء في البلاد، يزم يحترموا القواعد هذه، لأنهم قالوا اللي ما يحترموش الثورة ما يحترموش الدستور ما يحترموش الرأي الآخر، هذا خطاب هو امتداد للاستبداد قبل الثورة، حركة ما عندوش مستقبل في تونس. أما وقتاش ينمو هالخطاب هذا؟ وقت الوسط يضعف، وقت الأحزاب الكبيرة تنقسم، وقت الناس المعتدلين سواء كان في الدساترة ولا في الإسلاميين ولا في اليسار ولا في غيرهم معناتها ما يكونوش مستوى الأمانة. اليوم هذا ما نجموا يستفيدوا من الوضع هذا، أما ما نجموش يكونوا لا بديل ولا نجموا يكونوا مستقبل لتونس. اي عنده اليوم الحزب هذا حزب الدستور الحر عنده قاعدة شعبية وعنده منخرطين وعنده مناضلين وطالع اليوم في السنداج. يلزمنا نكونوا عايشين تقريبا فوارق كبيرة. شوف احنا يلزمنا نكون الأربع أحزاب أو خمس أحزاب دولة تقريبا، احنا يلزمنا نكون عايشين في الواقع. الواقع يقول أن القوى، سمحني خلينا نكمل نجاوبك. الواقع يقول لو في 2011 القوى اللي ناضلة ضد الاستبداد حكمت مع بعضها، رانا تقدمنا في المقاومة الفساد وفي الثورة وما تطلعش قوى ضد الثورة. ثانيا
وقت اللي القوى هذه الآن تحب تعبر على المواقف هذه، احنا مدامي أفكار مدامي آراء نرد عليها بالأفكار والآراء. أما التحريض على العنف، التحريض على تقسيم التوانسة، التحريض على استعمال الحكم لاضطهاد الناس، هذا عهد ولا ولن يعود في تونس. هي نفسها سي عبد الكريم، هي نفسها كانت ضحية العنف في الاجتماع اللي عقدته في سيدي بوزيد وتعرضت للعنف، حتى العنف الجسدي. احنا في النهضه كنا واضحين، احنا في النهضه كنا واضحين راهو خطاب العنف يحرض على عنف مقابل. احنا ضد العنف مهما كان متاه، عملنا ثوره وعملنا ديمقراطيه باش نبعدوا على العنف، يكون من الدوله ولا ضد الدوله ولا بين الاحزاب ولا مع المواطنين ولا ضد الامن ولا ضد مؤسسات الدوله. لا العنف مهما كان متاه، اللي عنده راي يعبر عليه. انتم خرجتوا فاما الزبد فيذهب جفان واما ما ينفع انتم خرجتوا بيان ادانه للعنف اللي صار في اجتماع عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر، لكن عبير موسي ردت عليكم قالت هذا يعني خليوا البيان نتاعكم عندكم وخليوا الادانه عندكم. هذا خطاب خطير على التجربه الديمقراطيه في تونس. والخطاب هذا باش يكونوا اول معناتها الخاسرين فيه هما اصحابه، لان التوانسه ما يحبوش التطرف، التوانسه ما يحبوش العنف، التوانسه ما يحبوش التقسيم، لانه عارفوا شنو نتائجه مده 50 سنه. فاحنا مطمئنين اللي باش ينتصر في تونس هو خطاب الوفاق مش خطاب الاقصاء، واللي باش ينتصر هي القوى اللي تقدم برامج حقيقيه للتونسيين. مش نتائج الانتخابات سي عبد الكريم نتاع سب ونتاع شتم بينكم، يعني بينكم فما صندوق اقتراع هو نتائجه هي اللي باش تحسم بينكم وبين الحزب الدستوري الحر. واحنا عندنا ثقه في الناخب التونسي وفي الشعب التونسي سي عبد الكريم انه لا يختار دعاة العنف. النهضه متهمه ايضا ب الجهاز ما سمي بالجهاز السري واختراق المؤسسه الامنيه واحداث امن موازي، وثم اتهامات وجهتها هيئه الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، اتهموكم باختراق مؤسسه الامنيه، واتهموكم ايضا اليوم فما شكايه قدمت ايضا زادة من حوالي تقريبا 43 نائب يطالبوا بالتحقيق في ملف الجهاز السري. القضيه كانت طرحت في مجلس الامن القومي تقريبا في 2 أو 3 مناسبات، ثم برشا ندوات صحفيه عقدتها هيئه الدفاع، واتهموكم مباشره واتهموا رئيس حركه النهضه بالضلوع في الجهاز السري اللي كان يخطط لاغتيالات وربما نفذ اغتيالات، وكان يخطط ايضا حتى لاغتيال رئيس الجمهوريه واغتيال الرئيس الفرنسي والتنصت على مسؤولين وعلى مؤسسات الدوله والتنصت على وزارة الداخلية والتنصت أيضا حتى على قيادات من حركة النهضة. أولا الأسطورة هذه نتاع التنظيم السري. علاش أسطورة؟ باش نبين لك علاش أسطورة. حتى القضاء مازال ما قالش كلمة. باش نبين لك علاش أسطورة. واللي هذا عمل سياسي لتشويه النهضة في سنة انتخابية. الناس هذوما 5 سنين يتهموا في النهضة بأن عندها علاقة بالاغتيالات وفشلوا، والقضاء أثبت عكس ذلك. ملف 2018 مش سنارة. ثانيا الناس هذوما حبوا يعملوا اخراج جديد، قالوا اللي راهم اكتشفوا تنظيم لا اكتشفته الداخليه لا المخابرات العسكريه ولا مؤسسات الدوله. سمحني لا مؤسسات الدوله كلها ما اكتشفوا كان هما انطلاقا من وثائق. الوثائق هذه في قضيه، القضيه هذه تعود الى 2013. اذا هذايا اللي يسميه تنظيم سري نتاع النهضه الشخص اللي مسؤول عليه توقف والنهضه تحكم، النهضة كي تبدا تحكم ما تحتاجش باش تعمل تنظيم سري لاختراق الدولة، وزاد كذلك هالشخص هذا اللي متزعم تنظيم سري يعمل في الاغتيالات وباش يوصل يغتال رئيس الجمهورية ورئيس الدولة الفرنسية ما عندوش 500 دينار باش يخلص الكراهية. اتهموا ايضا واحد من اقرباءه راجل كان يتبعني تبعني. هل التنظيم السري اللي عملته النهضة باش يخترق الدولة وهي تحكم شنو هو هوايته؟ هوايته الاغتيالات. عمل الاغتيال باش يسقط الحكومة الأولى اللي تقودها النهضة نتاع سي حمادي الجبالي. عملنا حكومة ثانية برئاسة علي العريض هوايته وعمل الاغتيال باش يطيح الحكومة. هالتنظيم السري نتاع النهضة عمل الاغتيال باش يطيح الحكومة نتاع النهضة، وكان عملنا حكومة ثالثة باسم النهضة. راهو التنظيم السري نتاع النهضة عمل الاغتيال باش يطيح حكومة ثالثة نتاع النهضة. هذا ما ينجمش ممكن يتقال حليفكم وشريككم الباجي في السبسي رئيس الجمهورية سي عبد الكريم. خلينا نكمل لك الجواب، خلينا نكمل لك الجواب. أكثر من هكايا
باش يقنع رئيس الجمهوريه باش يتبنى الاكاذيب هذه، قالوا راه تنظيم هذا تبنى الملف علاش اكاذيب. لا جابوا له معلومات اللي جابها له الامن للمخابرات العسكريه الامريكيه، قالوا راه الناس هذوما يخطوا باش يختالوك ملف هذا القضاء، باش يختالوا رئيس الدوله الفرنسيه، باش يزيدوا يحرضوا دوله اجنبيه على الاوضاع التونسيه. هالسيناريو هذا اللي تعمل وزير الداخليه قال ما هو صحيح، وزير العدل قال ما هو صحيح، القضاء ما قالش كلمته، والقضاء ما قالش كلمته، ما قالش النهضه القضاء ثم قضيه عندهم مفتوحة. عندهم كلام قالوه تو قاعدين الامن يسالوا فيهم عليه نهار السبت 6 ابريل فرقه الابحاث 7 فرقه الابحاث في الجرائم الارهابيه بالقرجاني تتعهد بشكايه اللي يرفعوها 43 نائب، خلينا نوصل بالتحقيق في ملف الجهاز السري، خلينا نوصل النواب. الناس هذوما قالوا ادعاءات في الاعلام كانوا نجموا يمشيوا القضاء، قلنا لهم يمشيوا القضاء. ثانيا القضاء ما ادانش النهضه، والنهضه هي ضحيه الارهاب قبل الثوره وقت اللي كانت في المعارضه ارهاب الدوله، ولات النهضه ضحيه الارهاب ضد الدوله وقت النهضه في الحكم. فلكن والنهضه هي اول قوه في البلاد ضد الارهاب. خليني لا لا باش نجاوب، خلينا فعلا معك، خلينا نكمل الحاجه. في 2012 حركه النهضه سمحت بالخيمات الدعويه، وفي 2013 خلينا نمشي مجلس الامن القومي صارت الاغتيالات وتسامحت حركه النهضه. سامحني حركه النهضه تسامحت مع تنظيم اصلاح الشريعه وسمحت باقامه خيمات الدعويه وسمحت ايضا باقامه المعسكرات التدريب. هزوا الملف هذا، يعني جيت هزوا الملف هذا لمجلس الامن القومي، مجلس الامن القومي قال لهم ثم قضاء في البلاد. احنا نحترموا القضاء، الناس هذوما ما يحترموش القضاء. النيابه العموميه في القطب القضائي وقت اللي جات باش تعمل ندوه صحفيه باش تعطي معلومات حقائق للتوانسه ما خلاوهاش تعمل ندوه صحفيه. وقت المحامي نتاع المتهم هذا المحكوم توا ليه 8 سنين وباقصى عقوبه والملف الكل تعدى على 20 قاضي، وقت اللي جا المحامي هذا وتكلم في الاعلام قاطعوا القناه اللي خليت المحامي يتكلم. زاد كذلك الكلام اللي قاله المحامي نتاع الشخص هذا ما انتشرش في الاعلام، ولذا ثم ناس هذوما قاعدين يحاولوا باش يوظفوا وسائل اعلاميه. ومن ادراك ان الكلام اللي قاله المحامي صحيح؟ نقول لك اكثر من كذا، كيما هما قالوا عليهم شكون ادراهم الكلام نتاعهم صحيح إيه؟ ولا كلامه هو، نخليوا الناس الكل تتحدث. القضاء والقضاء هو الفيصل، هذوما ناس مش قابلين للقضاء، مش قابلين، ما يحترموش القضاء. القضاء سبوا القضاء وسبوا وكيل الجمهورية، احتجوا على القضاء، احتجوا على القضاء، لأنه كان ثم مماطلة حكيمة يقولوا وما كان ثم مماطلة، لا 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 كان ثم محاولة للتعتيم على القضية في مستوى القضاء ويتهم الأمن ويتهم المؤسسات نتاع الدولة، وبين إنسان عنده معلومات يعطيها القضاء وينتظر حكم القضاء. هذوما ناس هما اللي يصدروا التهمة، هما اللي يصدروا الحكم، حطوا روحهم فوق الدولة، هذا مش مقبول ومرفوض. احنا دولة مدنية، دولة نتاع مؤسسات فيها قضاء، اللي عنده مشكلة يتوجه القضاء، ونحب نطمنهم اللي راهو بن علي الخدمة اللي يخدموا فيها هذه استمرار الخدمة نتاعو ضد النهضة. بن علي كان عنده الأمن وعنده القضاء وعنده الإعلام وعنده الإدارة وعنده علاقات دولية، وما نجحش باش يتهم النهضة ولا باش يورط النهضة، وأصدرت محكمة إدارية أحكام على كل تبطل كل الأحكام في المحاكمات اللي نظرها بن علي. أما إجابة للكلام اللي قلتوا لي أنت، احنا في التساؤل نحب نطمنك على حاجة، احنا كي شدينا الحكم في 2011 منعنا مؤتمر اللي سميه رواحهم أنصار الشريعة في القيروان، المؤتمر الثالث، ومنعنا التنظيم هذا. المؤتمر الأول ما منعتوش، سمحني، المؤتمر الأول وقع وقت السلباجي رئيس حكومة مش احنا. المؤتمر الثاني في القيروان احنا منعناه. ثانيا اللي أعلن أنه تنظيم أنصار الشريعة تنظيم إرهابي هو سي علي العريض وقت الحكومة متاع ترويكا، وأعلننا الحرب على هذا التنظيم، وذاك عليه سي علي العريض الآن معناتها مستهدف بالاغتيال، وذاك علاش رئيس الغنوشي مستهدف بالاغتيال، وذاك علاش سي عبد الفتاح مور مستهدف بالاغتيال. قيادات النهضه مستهدفه للاغتيال، والنهضه مستهدفه لانها قاومت الارهاب. حتى قيادات من الجبهه الشعبيه ايضا مستهدفين بالاغتيال، كل واحد مستهدف. خلينا ندافع عليه لان الارهاب واضح. خلينا نمشي، لازمنا نتوحدوا الكل ضد الارهاب وما نتاجروش بدم الشهداء، وزاد كذلك ما نستعملوش قضيه الارهاب لتقسيم موحده تجاه الإرهاب. خلينا نمشي لفقرة صحيح غلط. سعد كريم هروني رئيس مجلس الشورى، باش نقرأ عليك بعض المعطيات وقل لي صحيح ولا غلط. راجل الغنوشي رئيس حركة النهضة قد يقرر الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة 2019 بعد إعلان الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية عدم الترشح للرئاسية.
قرار ترشيح الشيخ راشد الغنوشي مش مربوط بقرار ترشيح سيد الباجي قاسم. ولا غلط؟ غلط اللي باش يقرر هذا هو مجلس الشورى باستقلال على قرار الجمهوري. ينجم يترشح راشد الغنوشي انتخابات رئاسيه؟ هو عبر على عدم رغبته ونحترم رايه، ولكن اللي باش يقرر هو مجلس الشورى. اذا قرر مجلس الشورى انه راشد الغنوشي يترشح هو باش يترشح ان شاء الله. مراقبون يراو ان معارضه حركه النهضه لمسائل كما المساواه في الميراث بين النساء والرجال خلتها تطيح في اختبار الهويه السياسيه، ويتاكد للجميع ان النهضه ما زالت في جوهرها حركه اسلاميه محافظه ومتشدده. صحيح ولا غلط؟ غلط، لانه هذا معناتها ياكد ان الحركه منسجمه مع الهويه العربيه الاسلاميه لتونس، ملتزمه بالدستور. والناس اللي حبوا يعملوا الامتحان هذا قلنا لهم اعملوا استفتاء وتعرفوا موقف الشعب التونسي بنسبه عاليه ضد هذه المبادره، واحنا هذا باش يزيد للنهضه اصوات موقفها. ولو كان هذا الموضوع في برنامج رئيس الدوله ربما راي النتائج كانت حاجه اخرى في الرئاسيه، وهذه مش اولويه الشعب التونسي. طيب. ومش قضيته. طيب. واحنا موقفنا واضح. خروج قيادات من حركه النهضه مثل حمادي جبالي ورياض الشعيبي وقبلها عبد الفتاح مورو، وربما ما خرجش من النهضه. عبد الفتاح مورو خرج وترشح بشكل مستقل. لا ما خرجش، جمد ورئيس. لا ترشح مستقل ورجع. ترشح بشكل مستقل. لا ترشح ترشح في انتخابات اكتوبر 2018 ترشح مستقل. ينجم واحد من النهضه يترشح في قائمه مستقله. وطالب راشد الغنوشي رئيس الحركه طالبوا بالخروج وطالب بتغيير حركه النهضه وتغيير خطها. وربما يخرج لطفي زيتون، هذا قد يؤدي الى تصدع حركه النهضه من الداخل. صحيح ولا غلط؟ غلط، لانه الشيخ عبد الفتاح من مؤسسي الحركه ومن رموزها، وباش يبقى داخل النهضه وفي اطار الاحترام لها الشخصيه الكبيره الوطنيه واكبر حتى من الحدود التونسيه. النهضه فيها تنوع في الاراء وفيها حريه في الاراء وعندها مؤسسه ديمقراطيه، ما نخافوش على وحده النهضه. قرار دعم النهضه لرئيس الحكومه يوسف الشاهد تسبب في تاجيج الصراع داخل حركه النهضه. صحيح ولا غلط؟ ما فماش صراع داخل حركه النهضه، لا حول سيباجي ولا حول سيباجي. في زيتون ثم اختلاف في تقدير المصلحه، ثم اختلاف، وهذا جاي داخل حزب ديمقراطي، ثم تضارب في الاراء والمواقف. سعد الكريم داخل حركه النهضه وهذا اليوم حركه النهضه تنجره تغلي راي. النهضه يعني النهضه جسم حي. غطيوش عيني شمس الغربان. النهضه جسم حي، جسم حي يصير فيه تناقضات، فيه حوار وفيه تنوع، وذاك علاش الاراء الكل محترمه. في تناقضات؟ لا مش حكايه تناقضات، على خاطر احنا ما عندناش مشاكل نتاع مصالح شخصيه او حسابات شخصيه، احنا عندنا اراء، الاراء فيها تنوع، الاراء الكل محترمه، نجتمعوا في مؤسسات ديمقراطيه، القرار الرسمي نتاع المؤسسات يلتزم به الجميع. لطفي زيتون تحدث على امكانيه ظهور تيار اصلاحي داخل حركه النهضه. اكثر من قيادي في الحركه يدعو الى الاصلاح، وربما يقدم في روحه على انه هو يتزعم هذا التيار، احنا ما عندناش تيارات في النهضه، قضيه الاصلاح قضية الناس كل في النهضة، والإصلاح في النهضة لا يعني أنه ثم فساد في النهضة، وإنما ثم دعوة للتطور المستمر يعني داخل النهضة، وهذا نتعاون عليه كل القيادات في مقابل احترام كل المقاربات. محافظ متشدد داخل حركة النهضة، ما عندناش احنا التيارات في النهضة. وانت تعرف الحكاية، احنا عندنا آراء متنوعة معروفة متاع الصقور والحمائم. لا، عندنا آراء متنوعة وكلها محترمة، وذاك أعطاه قوة للنهضة وثارة للنهضة، ولكن ثم لطفي زيتون قرار رسمي يلزم الجميع. أنت رئيس مجلس الشورى، لطفي زيتون غادر اجتماع مجلس الشورى يقع احتجاجا على الخط العام اللي يسمى هو الخط العام اللي ماشي فيه حركة النهضة، واحتجاجا على تحالف حركة النهضة مع رئيس الحكومة يقع، واحتجاجا على قطع التوافق مع رئيس الجمهورية يقع. أنه سي لطفي زيتون حضر مجلس الشورى وعبر على رأيه واخذ حقه في التعبير على رأيه، ومن بعد داولنا الرأي وخذينا قرار يلزم الجميع، وأثيرت لطفي زيتون يحظى في المكتب السياسي ويحظى في المكتب التنفيذي ويحظى في مجلس الشورى، وهو من قيادات الحركة وتكلم حتى على في الحركة ويبقى في الحركة، وتكلم حتى على تسريب لأعمال مجلس الشورى الى خارج ما تعرف المجلس. اجتماع مجلس الشورى ولا حدث شكون كنت انتم حليتوا تحقيق هو اتخاذ موقف. اجتماع مجلس الشورى راهو حدث وطني، ما يهمش كان النهضه، ولذا ثم ناس تهتم به قبل ما يقع واثناء
مداولات المجلس وبعد فثم ناس اهتموا بالك الاجتماع ذاك اكثر ما يمكن. ثم تسريب بما في ذلك احزاب، ثم تسريب احزاب تتابع في مجلس الشورى وبانتباه كبير وبعض الاوساط في النداء وفي غير النداء، فيحبوا يفهموا موقف النهضه اللي باش يقروا مجلس الشورى. فبالطبيعه ثم اتصالات، ثم علاقات بين شكون سرب شخصيات في النهضه واحزاب، هذا ينجم يقع اعمال مجلس الشورى. اما ماهوش تسريب بالمعنى انه الدوله او اجهزة الدوله تخترق هذا مش موجود. خلي نستفهم وباش نفهم انا زاده، يعني ثم شكون اللي سرب اعمال مجلس الشورى الى شخصيات في نداء تونس؟ انا اللي نقوله انه في اجتماعات المشوره اثناء المجلس او في اوقات متراحه ولا كذا تنجم تصير اتصالات بين قيادات في النهضه وناس في الاحزاب، ناس في الاعلام، تنجم تتعطى صوره على بعض الحوارات اللي تصير. هذا ينجم يقع حديث على تسجيلات نقلت كما هي الى شخصيات خارج مجلس الشورى. على كل احنا قلنا فتحنا تحقيق في الموضوع هذا. شو نتيجه التحقيق؟ وقت اللي نوصل للنتيجه نتاعو نوع على ما على حكايه عندها اكثر من شهر. سي عبد الكريم، عندنا اجتماع مجلس الشورى، كي نجتمعوا في مجلس الشورى سنعلن عن نتيجه التحقيق هذا، لانه امر داخلي والقرار فيه باش يكون اجراءات داخليه. هل الحكومه دخل قضيه للراي العام؟ هل الحكومه دخل في التسريب هذا؟ الحكومه ماهيش تجسس على النهضه وماهيش تجسس على الاحزاب. احنا في دوله مدنيه ديمقراطيه والاداره وعلى اشغال مجلس الشورى، الامر ما عندوش علاقه بالحكومه ولا باجهزه الدوله. شكون في نداء تونس عنده مصلحه للتنصت على مجلس الشورى؟ ما نقولوش التنصت، ولكن ثم ناس مثلا كي يجتمع مجلس الشورى على الحصول على تسريب، ثم ناس كي يجتمع مجلس الشورى يروجوا انه مجلس الشورى هذا سيقرر مصير الشهد. ثم ناس اخرين كي يجتمع مجلس الشورى يقولوا مجلس الشورى هذا باش يقرر تراجع النهضه على موقفها والتخلي على الشهد والعوده للتوافق مع الرئيس. يعني كل واحد وحساباته، وكل واحد ايش ينتظر من مجلس الشورى، ولكن ايش يعمل مجلس الشورى؟ يسمع اراء النهضه وياخذ قراره باستقلال على هؤلاء وهؤلاء. حافظ قايد السبسي ما نسميوش الاسامي، ولكن ثم اهتمام كبير بمجلس الشورى وهذا شيء طبيعي. هذا مش مجرد اهتمام سي عبد الكريم، هذا تسريب نقل من اجتماع مغلق او يفترض انه مغلق في مجلس الشورى، نقل التسجيلات كما هي الى شخصيات في نداء تونس. عندما يجتمع مجلس الشورى كما عندما يجتمع البرلمان، عندما يجتمع مجلس الشورى كما يجتمع البرلمان، سمحني ولا غلط؟ سمحني، كي يجتمع البرلمان قل صحيح ولا غلط سي عبد الكريم؟ انا ما ندخلش الموضوع هذا لانه فيه تحقيق وباش نعلموا به مجلس الشورى، لانه امر داخلي كما قلت. اما في البرلمان كي يبدا البرلمان مجتمع، هذا ما يمنعش باش تصير اتصالات ومعلومات ومحاولة تأثير في القرار. الاجتماعات المهمة شيء طبيعي باش يقع فيها شيء. حركة النهضة ارتكبت جريمة الخيانة في حق حليفها الاستراتيجي اللي رجح للحكم بعد انتخابات 2014 الباجي قايد السبسي، صحيح ولا لا؟ احنا من اللي بدينا البرنامج صحيح ولا لا النهضة، اما نحكيو على الفشل ولا على الانقلاب ولا على الخيانة مو لاباس. فهمني، فالنهضة عندها مبادئ وعندها اخلاق، والنهضه بعيده على كل هالمصالحات هذه. ولكن النهضه، هذا ما يقوله الشارع السياسي. لا لا لا، مش الشارع السياسي، مش الشارع السياسي. انا نطرح اسئله وننقل من حقك تطرح اسئله، اما مش هذا راي الشارع السياسي. الناس اللي يعرفوا النهضه يحترموا النهضه. النهضه لا هي انقلابيه ولا تخون، وعند العهد نتاعها وما هيش فاشله، بدليل ان الحزب الاول في البلاد ومتحمله مسؤوليتها. وبرشا ناس الان قاعدين يجيو للنهضه ويقتنعوا بان النهضه حزب وطني مسؤول يقدم في مصلحه البلاد على مصالح الحزبيه. فالمصطلحات هذه تجاه النهضه ما نقبلوهاش، وننصح باش ما نوصلوش فيها. حركه النهضه تخشى فرضيه تحالف نداء تونس وحزب تحيا تونس ومشروع تونس بعد انتخابات 2019، وقد تجد نفسها في المعارضة في حال حصول الأحزاب هذه على أغلبية برلمانية، صحيح ولا غلط؟ ما نسبقوش الأحداث. الأحزاب اللي ذكرتها لكل شركائنا ومقتنعين بالحكم مع النهضة، ولكن المهم نتفق على برنامج وطني نتاع إصلاحات نتاع قرارات، ونحترم الاختلاف اللي بيناتنا. تونس مازال تحتاج للتوافق، والتوافق الواسع باش نوسعوا الوسط وننقصوا من الأطراف والمتطرفين على اليمين واليسار. حركة النهضة بدون رئيسها راشد الغنوشي قد تصبح أضعف بكثير مما هي عليه الآن، لأن الحركة تستمد بقاءها السياسي وقبولها لدى بعض الدوائر السياسية من وجود رئيسها. الأزمة اللي صارت في نداء تونس لأنه الناس قالوا الحزب هذا وحزب سي الباجي، بينما النهضة ما هيش حزب سي راجل غنوشي. راجل غنوشي زعيم كبير لحزب كبير وشخصية وطنية وشخصية عالمية، سامحني، ولكن في نفس الوقت الرئيس هذايا
في حركة فيها مؤسسات وأعلاها مؤسسات منشورة، الرئيس هذا يحضر في المنشورة ويسمع النقد ويسمع المعارضة ويتحاور ومعناتها يحترم قرار المؤسسات. هذاك علاش النهضة قوية، لأنه يترأسها راش غنوشي، وقوية لأن فيها مؤسسات وفيها مناضلين وفيها قيادات وفيها تضحيات، فهذه كلها قوة النهضة. حسب رأيك سعد الكريم، شكون ينجم يخلف راشد الغنوشي بعد ما يتخلى عن رئاسة الحركة مثلا في المؤتمر القادم؟ ها كما قلت انت، المؤتمرات نتاعنا هي اللي تقرر القرارات هذه. احنا حركه مؤسسات، ثم بعض الاسماء اللي تدور، علي العريض، عبد الكريم الهاروني، عبد الفتاح مورو. على كل قلت لك هذه قرارات، عندنا قانون في الحركه وعندنا مؤتمرات، واحنا ناخذ قرارنا باستقلال على اي تاثير. واضح. خلينا نتعداو للفقره المواليه، رايك فيهم باش نعرض لك مجموعه من الصور وتعطيني تعليقك باختصار. رأيك فيهم سي عبد الكريم، رئيس مجلس الشورى حركة النهضة، مش نعدي لك مجموعة من الصور واعطيني تعليق باختصار على كل صورة. هات نبدأ بالصورة الأولى، الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية، تعليق باختصار على الصورة. رجل يستحق الاحترام، نتفق معه ونختلف معه ونحترمه، لأنه احترم الدستور واحترم التداول السلمي على السلطة، وندعيه باش يبقى فوق الأحزاب ويجمع وما يفرقش، والتوافق مع النهضة مصلحة للبلاد، وهو بعد فترة رجع التوافق مع النهضة، ومن المصلحة باش تتوافق الناس كل. الصورة الموالية، يوسف الشاهد رئيس الحكومة، رئيس الحكومة جابو سلباجي، وإحنا دافعنا على استقرار الحكومة اللي ترأسها يوسف الشاهد، وسوس الشاهد بيننا وبينه حوار، نجح في المهمة نتاعو باش نتفقوا على برنامج، نجح في أدائه. هذا يقع تقييمه في الانتخابات، اللي يقيم أداء سوس الشاهد هو الشعب التونسي في الانتخابات، هذاك أحسن تقييم، هذاك أحسن تقييم، وتتبعوا في القرارات، أحسن تقييم سوس الشاهد. أنت هو صندوق الاقتراع، أنت قل لي رأيك في أداء يوسف الشاهد. أنا أعتبر رجل هذايا خدم في ظروف صعبة، لأنه ما عندوش مساند الحزب نتاعو. نجح ولا فشل؟ والنجاح والفشل نسبي، 50-50. حقق إيجابيات، ثم مكاسب ما نجمش يوصل يحققها، يخدم في ظروف صعبة، ولكن حكومة فيها برشا أحزاب، قاعدين نتفاوضوا باش نحسنوا الأداء، نشوفوا الصورة الموالية، ونحضروا ظروف طيبة للانتخابات. شوفوا الشخصية الموالية، زعيم الراحل الحبيب بورقيبة. زعيم الحبيب بورقيبة نترحم عليه، وإحنا في ذكرى وفاته معناتها قدم الكثير لتونس، ارتكب أخطاء سجلها تاريخ، المهم أن الناس اللي يجيوا اللي بعده يستفيدوا من التجربة دي ويدعموا المكاسب، وخاصة في التعليم وفي الصحة وفي احترام مكاسب المرأة، ولكن زاد يأخذوا درس من الأخطاء اللي ارتكبت، ما يتجروش باسم بورقيبة، لأنه بورقيبة بعد الحكم مدى الحياة وصل وهنا حيا وميتا، ووصل بورقيبة في إقامة جبرية يطلب باش يمشي يقرأ الفاتحة على أمه ويمنع من ذلك، الله يرحمه، باش تشوف الدكتاتورية وين وصل في تعامل مع زعيم في البلاد، فما بالك في التعامل مع المعارضين. يبقى كفاء متاجرة، يبقى مؤسس الدولة المدنية الحديثة، كفاء متاجرة الدولة التونسية باسم بورقيبة، واللي عنده مشروع يقدمه للتوانسة. نشوفوا الصورة الموالية، نور الدين طبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. أنا عرفته وقت اللي كنت وزير النقل، وكان وقتها رجل ساهم في الحوار والتفاوض مع الوزارة، ونزع الفتيل متاع برشا أزمات، برشا ناس برمجوا إضرابات، ولكن وقتها هو الرجل الثاني في الاتحاد، الرجل الثاني كان حسين العباسي أمين عام، وتعاونت معاه وأمكن باش 365 برقية متاع إضراب نتجنبوها بالتفاوض، دخلت في صدام، وحققنا مكاسب للعمال والموظفين، احنا كريم ما نصدموش مع الاتحاد. وبدليل وبعد إحالتك لملفات فساد، فما ملف في ذلي متعلق بالكتب العام السابق للجامعة العامة للنقل على ما أظن سي مختار الحيلي، نعم، أحلت وقت أنت فيش لو كنت التهمة؟ طبعا احنا ما نفرقوش، جاء ملف قدامي يتعلق بملف فساد
واستعمال أموال عمومية لمصلحة شخصية باش إنسان يطلع ولده طيار ولكن بأموال الدولة. فدرسنا الملف هذا باش ننظم حد وعديناه القضاء توقف شخص هذا وأنا مازلت وزير وهو كاتب عام معناتها نقابة النقل. وبعد الإيقاف هذاك خرج معناتها بعد دفع مبلغ مالي وبقات القضية هذه عند القضاء وأخيرا نحكم فيها. وهذا دليل اللي ثم استقلالية في القضاء. نشوف الصورة المالية. حمل همامي نطق رسمي باسم الجبهة الشعبية كمناضل نحترمه وكنا مع بعضنا في حركة 18 أكتوبر وتقابلنا واتفقنا على وثائق مشتركة. رأيك فيه باختصار باش تشوف اللي احنا خدمنا مع بعضنا قبل الثورة وكنا ننجم ونتوافق ونحكموا مع بعضنا بعد الثورة. هو اختار المعارضة ولكن ما كانتش معارضة بناءة ومشى في خطاب الإقصاء. معناتها هذا شيء غريب أنه يكون مع النهضة قبل الثورة ويكون ضد النهضة بعد الثورة. فالدور اللي قام به للأسف سلبي وساهم في تعطيل المسار الديمقراطي. إن شاء الله تقع مراجعات في الجبهة باش الجبهة تعود تمشي للوسط وتقدم حلول للتوانسة لأن الرفض ما هوش برنامج. شوف الصورة الموالية. حافظ قايد سبسي رئيس الهيئة السياسية والمدير التنفيذي سابق لنداء تونس، رأيك فيه باختصار؟ معناتها أنا من حقه باش يكون في حزب سياسي ولكن الطريقة اللي أدار بها الأزمة في نداء تونس أضعفت نداء تونس. وإن شاء الله في المؤتمر الحالي تعتقد هو سبب الأزمة في نداء تونس؟ ما هوش هو وحده ولكن إن شاء الله المؤتمر اللي عقده نداء تونس تكون فرصة باش الحزب هذا يتبنى على أسس صحيحة ويكون منفتح لكل الأصوات وبصفة ديمقراطية لأن احنا نداء تونس شريكنا وتعاوننا لمصلحة في تونس ومصعد يمشي نواصل لو التعاون. لو يتم انتخاب حافظ قايد سبسي على رأس حزب نداء تونس هذا اختيار الحزب وما دام بصفة ديمقراطية نحن نحترمه ونتعامل معه. واضح. شوف الصورة الموالية. عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري المستقيل وضع محتقن حرك اجتماعي وضغط الشارع أدى إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة والوضع في الجزائر مازال وضع متحرك. أولا نحن نحييو شقيقتنا الكبرى الجزائر لأنها وقفت مع الثورة التونسية والانتقال الديمقراطي والسياسة التوافق وتوافق الشيخين. وهالرجل هذايا كان عنده دور في الوئام الوطني في الجزائر وحقن دماء الجزائريين وزاد كذلك دعم التجربة التونسية فنحييه على موقف من التجربة التونسية وكذلك احترم إرادة الشعب الجزائري وخرج خروجا مشرف من الحكم نجم يستفيد منه كثير. استقال احتراما استقال احتراما لإرادة الشعب الجزائري وإحنا عنا ثقة في الشعب الجزائري وفي النخبة الجزائرية أنها ستتوصل إلى حل يجعل الجزائر ديمقراطية مستقرة وداعمة للتجربة التونسية مزيد من الديمقراطية في العالم العربي. هذا هو مستقبلنا. نشوف الصورة الموالية. المشير خليفة حفتر وتقدم حديث على تقدم القوات العسكرية التابعة للمشير خليفة حفتر إلى تقريبا إلى حدود طرابلس فما حديث على دخول طرابلس وعودة قوية لقوات خليفة حفتر. ليبيا صارت فيها ثورة وبدأت ثم مؤشرات متاع حوار سياسي وحل سياسي. اللجوء للحل العسكري وللتعامل مع الأجنبي مش باش يحل مشكل ليبيا وإنما باش يزيد عقده. نتمناه باش يتوقف التصعيد العسكري ويتوصلوا الإخوة الليبيين إلى حل سياسي بالتوافق باستقلال ليبيا عن التدخل الأجنبي لأن استقرار ليبيا من استقرار الجزائر ونحن نريد الخير لإخواننا الليبيين. أما المؤامرة ضد ليبيا وضد وحدة ليبيا وضد الشعب الليبي لن تحسم بالسلاح ولن تحسم بالتدخل الأجنبي. شكون تتهم وراء المؤامرات؟ ثم ناس في العالم العربي الآن معروفين. شكون؟ ثم شكون؟ دول الآن ما هيش ديمقراطية. شكون الدول هذه؟ ثم دول ما هيش ديمقراطية. سمي لي الدول ولا تريد الديمقراطية في العالم سمي العربي. سمي لي الدول هذه سعب الدول هذه تورطت في الانقلاب في مصر وتورطت في المجاعة في شكون؟ اليمن وتورطت في الدمار الشامل في سوريا وقاعدة تتورط الآن سمحني وقاعدة تتورط الآن في مواجهة عسكرية في السعودية في ليبيا.
وحاولت في تونس وحاولت في تونس اسقاط التجربه التونسيه ولكنها فشلت. انا عندي ثقه القوى المعادية للديمقراطية في العالم العربي شكون الدول هذه باش تفشل والقوى اللي مع الديمقراطية في العالم العربي ستنتصر. هذا اللي يهمني شكون الدول هذه. احنا ما نسميوش دول ولكن الشعب التونسي يعرفها والناس اللي تابعوا في واقع العالم العربي يعرفوها قطر. واحنا شوف تركيا ما نسميش دول شكون احنا في تونس المملكة العربية السعودية احنا في تونس نحترموا الدول ودبلوماسيتنا تبنيت على احترام الدول وعدم الدخول في المحاور ولكن دولتنا مستقلة وما نقبلوش التدخل الأجنبي وزاد كذلك في أي بلد عربي يجب نحترم أرادة الشعوب لأنه كل شعب يقرر مصيره ويختار نظامه بحرية وبدون تدخل. الصورة الأخيرة سي عبد الكريم مش تعلق عليها الرئيس السوري بشار الأسد هذا رجل تورط في جرائم ويجب أن يحاسب واللي حاسبه هو الشعب السوري. اليوم فما توافقات وفما اعتراف من بعض القوى الإقليمية ومن بعض الدول للتفاهم والتشاور واستعادة الاستقرار. احنا نفرق بين سوريا مع الرئيس بشار الأسد. احنا نفرق بين سوريا كدولة نريد أن تعود بشار الأسد معها تعود للصف العربي لأن القطيعة والعزلة ما تزيد الأوضاع إلا سوءا. مستقبل سوريا ومن يحكم سوريا يقرره الشعب السوري وحده. اللي بش يختار أي خيار آخر بش يمارس الإرهاب باسم الدولة أو الإرهاب على الدولة أو التدخل الأجنبي أو الطائفية أو كل الأمور ذي أدت إلى دمار شامل في سوريا. يلزم 30 سنة باش سوريا ترجع دولة وشعبها يرجع لسوريا. الدمار الشامل اللي وقع على سوريا هو دليل على أن الحل الصحيح هو في نموذج تونس. شكرا لك سي عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى. شكرا على المتابعة. نتقابلوا في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم من برنامج وما خفية على قناة قرطاج بلس. صباح الخير.